قام سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بتتويج أبطال التنس الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة البحرين الدولية الثامنة لناشئي التنس، وذلك في الحفل الختامي للبطولة الذي أقامه نادي البحرين للتنس مساء اليوم تحت رعاية سموه، وبحضور صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشاري جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة، وهشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة. وبهذه المناسبة رحب سموه بالمشاركين في بطولة البحرين الدولية لناشئي التنس الأرضي في نسختها الثامنة التي تضم لاعبين من 48 دولة في مملكة البحرين، والتي تستقبلهم في هذه التظاهرة الرياضية المتميزة التي تشكل فرصة مواتية لجميع ناشئي العالم وتسهم في تطوير مستوياتهم الفنية في لعبات التنس الأرضي. وقال سموه لعل تنظيم هذه البطولة على أرض مملكة البحرين تكتسب أهمية كونها تقام في وقت تسير فيه رياضة التنس في البحرين والعالم بخطى ثابتة على طريق التطور والتقدم بفضل الاهتمام الملحوظ الذي تحظى به هذه الرياضة من قبل الاتحاد الدولي للعبة. وعرب سموه عن شكره وتقديره للجهات الراعية للبطولة، كما نوه بجهود الدكتور علي محمد فخرو الرئيس الفخري لنادي البحرين للتنس، وخميس محمد المقلى رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة. وقد بدأت مراسم الحفل الختامي بالمباراة النهائية لبطولة فردي الأنسات، حيث فازت اللاعبة المصرية هالة فؤاد بلقب البطولة بعد فوزها على اللاعبة البريطانية ألكساندرا هانتر. بعد ذلك قام سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بتقديم كأس المركز الأول للاعبة هالة فؤاد الفائزة بالبطولة، كما قدم كأس المركز الثاني للاعبة ألكساندرا هانتر الحاصلة على المركز الثاني. وقام سموه بتكريم أبطال فردي الشباب، حيث توج اللاعب الصربي فيكتور جوفيتش بكأس البطولة، واللاعب البريطاني سيبستيان تونج بكأس المركز الثاني. وكان فيكتور جوفيتش قد فاز في المباراة النهائية على منافسه سيباستيان تونج.